انكم يعني تبقاو يعني تركزوا على شيء. وثالث حاجه هي سيطره على الدراري. سيطره على الدراري، حاول انكم تبقاو هولدين حتى شي واحد، حتى شي واحد ما يبيع. والناس اللي شاري الفوق، النصيحه اللي نعطيك انك تعزز فيها لتحت، حقاش تكون متاكد انها غطلع. عزز يعني عزز في العمله لتحت باش تطلع. اما باش تقول لي كيفاش انا غادي نوصل، مين انت غتقول لي خويا انا كيفاش غنوصل، كيفاش انت وصلتي؟ نقدر نقول لك انا شخصيا بيرسونيلمون فاش بديت، راه حنا كنا عايشين خمسه ديال الخوت، حنا سته، كنت انا وخمسه، حنا سته في الدار والوالد والوالده. كنت كنعسى في السداري، انا كنت كنعسى في السداري. شكون قال انا واحد النهار غادي نكون بحال ماكدا؟ دونك شكون قال؟ انا اللي قلت فوالا انا خصني نبدل لا سيتوياسيون ديالي. كيفاش غنبدل لا سيتوياسيون؟ خصني نخدم، خصني نخرج، خصني نقلب على راسي. وهذا الشيء اللي حاولت انني ندير، خرجت انني كنتعلم، ما تخليش شي واحد يحطمك، حتى شي واحد امباكتك بداك الشيء الخايب ديالو. صافي بغيت تبدا، بغيت تخدم، بعد من هذاك لونتوراج ديالك، هذوك الناس اللي كتعرف بعد منهم، خليك بعيد عليهم ياك. وجبت البيسي ديالك وجلس ولا تقلل في الدومين. شنو هو الكريبتو كارنسي؟ شنو هو البلوك تشين؟ شنو هي بينونس؟ شنو هما المنصات اللي كاينين؟ شنو هو الميمز؟ شنو هما الميمز كوين؟ علاش هاد الميمز كوين؟ اي عمله سمعتيها كتدخل غتقلب عليها، غتشوف لاشارت ديالها، غتشوف البروجي ديالها، عنده واحد السيت ويب، عنده رود ماب، هادشي كامل كتدخل كتقلب عليه، كتقرا كتشوف هذوك لي بروجي وكتشوفهم هما فين واصلين. كتقول لي فين غنشوفهم، فين غادي نتبعهم؟ كاين بزاف ديال لي ريزو سوسيو. اي عمله عندها سكايب، عندها لانستا، عندها سكايب، عندها تيليجرام ديالها، دونك غتدخل غتقلب. لي زيني بشي عند كاين الديسكورد، غتدخل الديسكورد غتلقى كاع المعلومات اللي محتاج، كاع المعلومات اللي محتاج، خصوصا سكايب، خصوصا تويتر. دونك تدخل تما كتلقى كاع لي زانفورماسيون على اي عمله، كتدخل كتلقاهم تما. هذوك الناس اللي مصايبين هذيك العمله هاشنو خدامين، هاشنو كيديروا، فهمتونا الاخوان؟ دونك ما عندك ما تسنى من غير انك تبدا، بدا الخدمه وكون متاكد انك غتصبر غير واحد شويه. ما نقولش لك انك ما غتخسرش، كاين الناس كيخسروا. انا شخصيا خسرت بزاف ديال الفلوس، ولكن حقاش ما لقيتش واحد الانسان اللي بحالي غيعلمني، غيجلس معايا ويقول لي فوالا ها كيفاش دير. داكشي علاش انا خسرت بزاف ديال الفلوس. دونك انا بغيتكم نتوما تخسروا، بغيتكم باش انكم تربحوا غير سمع، ما تبقاش زيد من راسك، غير سمع شنو كنقول لك. الا قلت لك صافي دير هادي، غير ديرها، ما تبقاش العمله ما تخلعكش. الا شريتي شي حاجه وبان لك هبطات بواحد مثلا 20-30%، ما تخلعش. الا بان لك راسك خاسر ما تخلعش، لا الا بان لك راسك خاسر ولا هابطه عاود شري، ماشي مشكل، عاود شري وكون متاكد انها غادا تطلع. حيت ما يمكنش انا نقول لك شي حاجه اللي غادي نخرجك خاسر فيها، فهمتي؟ كاين الخسران، ماشي ما كاينش، راه كاين، فهمتي؟ راه كاين ماشي ما كاينش، ولكن انا كنحاول هذاك الخسران نمينيميزي الخسران اللي غادي نخسره. كنحاول انني يعني نتبازى غير انني نربحو، بغينا نربحو. ولكن الا خسرتي ماشي مشكل، حقاش راه الناس كيديروا دي بروجي بملايين ديال الدولارات وكيخسروا، ما كيديروا والو. انا هنا كنقول لك بشويه غتدخل بواحد شويه الا خسرتي، ولا انفيستيس عمرك تانفيستي بكاع الفلوس اللي عندك. هذه قاعده عامه، عمرك تانفيستي بكاع الفلوس اللي عندك. الكابيتال اللي عندك غتانفيستي به غير 20% من داكشي اللي عندك. أما أبار ناس اللي عندهم اللي كيبداو ب 50 دولار مثلا، انت عندك واحد الكابيتال كبير، عمرك تقول انا غندخل بهذا الكابيتال كامل. ما تدخلش بفلوس كاملين في اي عمله كيف ما كانت، الله يجعلها متاكد انها غادي دير ما نعرفش شنو، فهمتيني؟ انا فاش كنقول لك مثلا دخل في هذه غير ب 100 دولار ب 50 دولار، حقاش كاين لو ريسك، ولكن انا كناخذ لو ريسك. دونك خصنا ناخذ لو ريسك، نتعلموا كيفاش غناخذوا هذاك لو ريسك، كيفاش غنجيريوه، كيف تجيري لو ريسك ديالك. نقدر نقول لك انا دابا نهار شهرين قبل كنت نقول للناس دخل سيطام، كنت نقول لك سير بيع البارطما ديالك، ولا بيع البارطما ومورا شهرين غتشري فيلا. وبصح وهذا الشيء شنو غياكدوا لك؟ غياكدوا لك غير لاشارت، هذاك لاشارت هو اللي ياكد لك هذا الشيء. غتشوفه غتكون عارف انها تحسب الا بعتي واحد البارطما ب 25 مليون من موراها دارت في 10، يعني 25 مليون غتجيب لك 250 مليون، يعني ما تبقاش عندك بارطما، غتولي عندك فيلا ولا دار كبيره. دار كبيره. ولا قلت لك عاوتاني بيع جولف 6، غتبيع جولف 6 وغتشري مورا مرسيدس. هادشي في شحال كان في ظرف ديال شهرين. انا فاش غتكون شي حاجه بحال هكذا، انا غادي نقول لك، غنخرج نقول لك السلام عليكم، عندك شي طوموبيل؟ بيعها وشري هاد العمله، وكون متاكد غادي تبيعها وغتشري هذيك العمله. ومن مورا شهرين، ثلاث شهور، اربع شهور، كنت متاكد انها سوا غدير فوا 10 سوا انا غدير فوا 100. نقول لك فوا 10 يعني ديك الفلوس باش دخلتي غتضربوا في 10،
ولا دوك الفلوس دخل اللي دخلتي غادي يضربوا في 100. ولكن هادشي ما كنقولوش في اي عمله، ماشي اي عمله كنقول لك دير في هادشي. اش كندوي يعني كنأكد كنقول لك شوف هاد العمله تدخل فيها، ولكن ما تفوتش فيها 30% من الكابيتال ديالك، ولا ما تفوتش فيها 20%، ولا ما تفوتش فيها 100 دولار. يعني الا ولا كنتي واخا عندك لاباس عليك وعندك بزاف ديال الفلوس، مع ذلك ما تحطش فيها اكثر من 150 دولار. انا عارف شنو كنقول، غناخذوا لو ريسك، ولكن هذوك لو ريسك غناخذوه هو هابط شويه، يعني كاع ما غناخذوا لي ريسك اللي طالع بزاف. حتى الا خسرتي راه نقدر نقول لك خاسر غير 150 دولار اللي انت غير رابحه من واحد الكوان اخر. دونك شنو كنديروا؟ كنمشيو من عمله لعمله لعمله لعمله، تنكبروا الكابيتال ديالنا كاملين، نكبروا لي وارد ديالنا. بغيت نسمع كل واحد فيكم يديو معايا يقول لي فوالا يوسف انا عندي 10 المليون، غير كي يقول لي عندي 5، كاين اللي غايقول لي عندي 100، كاين اللي غايقول لي عندي 500 مليون. وديك الساعه غنشدو عندنا دي كابيتال اللي كبار بزاف، غنبداو ندخلوا فيهم في دي بروجي اللي كبار، شي حاجه اللي سوليد، شي حاجه اللي غنقسموهم غنخدموا بواحد البورسونتاج سيف، يعني مش نقول لك سيف، يعني غنحطو في عملات اللي كبار غنستيكي وغنديروا بزاف د الحوايج. او ميم طون غنبقاو الريسك، حقاش انا كنعرف لو ريسك اكثر حاجه فيها الفلوس بزاف هي الميمز كوين، انك غتريسكي. دونك ريسكي باش تربح بزاف ديال الفلوس، لكن تي بغات تبقى سيف سير خدم بحال الصناعي، راه تضرب تماره على قبل 4000 درهم، فهمتي؟ انا هنا ما انا هنا هادشي ما عنديش، انا هنا باش دخلتي عندي وجيتي عندي وصيفطتي لي ميساج وقلتي لي سلام خويا انا باغي نبدل حياتي، اول قاعده عندي هي واش انت مستعد انك تريسكي، يعني تريسكي بداك الشيء اللي عندك. داك الشيء اللي عندك يعني بفلوس، الفلوس حنا اللي كنديروهم. دونك انت غتقول لي انا مستعد، عندي مثلا 1000 درهم ولا 2000 درهم ولا 3000 ولا مليون، انا غنوجهك غادي نشرح لك نقول شوف هاد العمله مزيانه، علاش مزيانه. ولكن راه كاين لو ريسك، حقاش لو ريسك ديما وارد في اي حاجه، في اي تجاره فيها لو ريسك، غير هو الريسك اللي كناخذو حنا فيه بزاف ديال الفلوس الا ربحتي. هذا هو الفرق، نقول بزاف الفلوس يعني انك دخلتي ب 1000 دولار تقدر تجيب لك 100 مليون، تقدر تجيب لك 500 مليون، مليون واحد يجيب لك 100 مليون، فهمتيني؟ ماشي باغ كونتر، حقاش كاين ناس كيدخلوا في تجاره كيخسر 500 مليون، وهذيك 500 مليون كيردها من مورا 3 سنين، عاد كيرد 500 مليون ديالو. انا لهنا كنقول لك مليون، تقدر حطي شي مليون دابا، غدا تلقاها جوج، بعد غدا تلقاها 10، الشهر الجاي تلقاها 100 مليون، وتقدر عاوتاني تحط شي مليون تولي لك 500 وتولي لك 400 عادي. ولكن المهم انك خاصك تريسكي، يعني خاصك تاخذ واحد لو ريسك باش توصل في حياتك. لو ريسك تاخذه في اي حاجه، كنت تقدر نقول لك انت نقدر نقول لك راك تاخذ كل نهار كتعيش هادشي، كل نهار في حياتك كتعيش هادشي، كل نهار كتعيش واحد لو ريسك في شكل ياك. ولكن هنا خاصك تمينيميز، يعني خاصك تعرف بلي راه غتاخذ واحد لو ريسك ولكن فيه بزاف ديال الفلوس، ولكن باش تاخذ هاد لو ريسك خاصك تقلب، خاصك تبحث، خاصك تفهم ابسط حاجه تفهم شنو هما لي بلوك تشين، شنو هما لي زيكشانج اللي كاينين، انسكريا في كاع لي زيكشانج. خاصك تعرف بلي العملات كاينين في كاع لي كتدخل، ماشي ضروري هاد العمله غنشريها غير من هاد المنصه، غير من بينونس. الناس كيعرفوا غير بينونس، راه كاع المنصات عندهم نفس الخدمه. شي الخدمه دابا كتخدم فيها نتوما في البنك هي نفس الخدمه كاينه في كاش اي او، نفس الخدمه كاينه في بينونس، نفس الخدمه كاينه في البنك، نفس الخدمه كاينه في بيت مارت، في بولونيكس، نفس الخدمه في كاع المنصات. دونك فيما لقيتي العمله غتدخل غتشريها من هذيك المنصه، ماشي ضروري تمشي تشريها من بينونس. اصلا بينونس فيها العملات الكبار، ما عندك ما دير بها. علاش ما عندك ما دير بها؟ حقاش شي عندي واحد يقول لي خويا سولانا مزيانه، انا كنقول لك سولانا حبه وحده غتشريها ب 181 دولار، غير حبه وحده غتشريها ب 180 دولار، فهمتيني؟ ولا قلتي لي البين بي مثلا، البين بي غير حبه وحده غتشريها ب 580 دولار. يعني شكون فيكم اللي قادر انه، شكون فيكم هنا اللي قادر انه، كنديو مع لا بلوبار ديال الناس اللي قادر انه يشري حبه ب 500 دولار اللي ديال البي ان بي مثلا، وباش تولي لك هذيك الحبه، هذيك 500 دولار تولي لك مضوبله 1000 دولار، خاص البي ان بي يولي يساوي 1000 دولار، يعني الدوبل هذيك الحبه، حبه دايره 500، دونك خاص البي ان بي يطلع، البي ان بي خاص يولي يساوي 1000 دولار باش انت تولي عندك 1000 دولار. وكتظن ان هذا البروجي اللي عند واحد البلوك تشين غادي يدير 1000 دولار بسهوله؟ لا ماشي بسهوله، يعني غادي يقدر يديرها في عام، يقدر يديرها في عام ونص، يقدر يديرها في 3 سنين، يقدر يديرها في 5 سنين.
لا انا دابا سيطامه، كنت شي مريح دابا، كنت شي مريح دابا، كتبان لك السيطامه 0.00051 ياك في دقيقه دارت 0.00065 يعني ضربات بجوج. انت دابا اللي كتشوف فيا اللي كان داخل ب 1000 دولار دابا، اللي دخل ب 1000 دولار من هنا لواحد ساعه ياك شحال عنده دابا؟ ضربات بجوج. دونك هنا كاين الفرق، كاين فرق انك نقول لك شري الميمز كوين وما تشريش واحد العمله اللي كبيره بزاف، لقاش غادي فيها بزاف ديال الزيروات ومازال غتهرس زيروات اخرين، دونك غادي تربح فيها. علاش انت ما ديرش هادشي؟ علاش ما ديرش حاجه اللي سهله وش حاجه اللي باينه، وحتى الى ريسكيتي فيها الا عطيتي واحد لو ريسك ما بحال عط ريسكي. واحد المثال ديما كنعطيه انا، واحد المثال الدراري البنات ديما كنعطي واحد المثال غيضحككم فهمتي، غيضحككم وديما كنقولوا الدراري ولكن غنقول لكم حتى نتوما. نفترضوا سيدي انت ولا الوالد ديالك ولا اي واحد شنو كيدير؟ كيجمع واحد 10 الناس، كيتجمعوا 10 الناس ياك، وكيديروا واحد القرعه. هذوك 10 الناس ياك كل واحد فيهم كيعطي 1000 درهم. دونك انا في 10 شهور، في مده ديال 10 شهور ياك، كل شهر كنعطي 1000 درهم، وملي كدوز 10 شهور ياك كناخذ 10000 درهم، كناخذ مليون من مورا 10 شهور. انا شنو كنقول لك حسبها قرعه وغتاخذها انت الاخر، حسبها قرعه وغادي تاخذها انت الاخر. وشنو الفرق هنا؟ انا غنقول لك، انا غنعطيها لك ما تقولش لي ما تخسرش، ما تخسرش فهمتيني، ما تخسرش. انا حيت نقول لك ما تخسرش، الخصه اللي قلت لك 10 شهور ما خاسرش. غير هو شنو الفرق؟ انك انت هذيك القرعه عطيت شي 10000 وفي الاخر غتاخذ 10000، انا غتعطي 10000 مره واحده من مور 10 شهور، نقدر نقول لك تاخذ 10 مليون، نقدر نقول لك تاخذ 20 مليون، نقدر نقول لك تاخذ 100 مليون. كاين الناس دابا هنا ما كرهش يكتب كومونتير يقول لي وتقدر تاخذ زيرو، فهمتي؟ انا حسيت بهم شي ناس باغيين يكتبوا بحال المقطع، لا ما غاديش تاخذ زيرو. انا واعر، انا اكسبير في الكريبتو، كنعرف شنو كندير، كنعرف شنو كنقول، انا كنعرف شنو كنقول، ماشي غير كنجي وداوي من فراغ ما كنديش. انا كنجيب الارقام الاعداد كاناليزي، دونك عارف هاد البروسيدور كامل كيفاش كتمشي، ماشي غتجي واحد غيدير نفهمك شي حوايج اللي لا تعمقت معاك بزاف غتفهم بزاف الحوايج اللي بزاف ناس ما فاهمينهمش غير كدوي، فهمتي؟ انا كنقول لك اسيدي هاد العملات هادو، هاد العملات هادو اللي كندير لك عليهم، ما تبقاش ترسم لي في المخطوطه باش تعطيني اللي حقه تترس لا ريزيستانس ولا هادشي، ما فيهش هادشي. دابا باش شكون عارف انا سيطعم دابا غتضرب فوا دو، ما عارفش شكون فيك، شكون هذا اللي غيعرف شنو غيجي يكذب عليا؟ مثلا مش غندخل البينونس وغتهرس ثلاث الاصفار ولا جوج اصفار مثلا، فين هما ذوك الرسامه؟ فين غيبانوا ذوك الرسامه اللي طالقه عليا بيقول لي لا راه انا كنرسم لا شارت راه انا قلتها؟ لا هادو الاحداث، دخلت البينونس يعني الحاجه اللي مزيانه. ملي كتدخل في واحد المنصه اي عمله كتكون غير مثلا جات دخلت واحد المنصه صافي ديك كوا دخلت المنصه شي حاجه مزيانه، علاش؟ حقاش كاينين شي ناس مثلا دخلت البينونس، كاينين شي ناس كيبغيو انفيستيو غير في بينونس، ناس كيعرفوها بينونس، كيقول لك خويا هاد العمله كتقول لي مثلا سيطا، نقول كاينه في بينونس، كتقول لي لا راه كاينه في الباك، يقول لا صافي حتى تكون في بينونس. دونك دخلت البينونس كاين بزاف الناس باغين غير بينونس، اوتوماتيكمون هادوك الناس غيشريوها، فهمتي؟ يعني غيشريوها في اكبر منصه كاينه في العالم، يعني مينيموم جوج اصفار مهرسي، يعني فوا 100. انت اللي كتشوف في وداخل 100 دولار غتولي عندك 10 المليون. شوف بحال الشاب عينك مغمضه، ما تبقاش دير قرعه، هذيك 1000 درهم باش دير قرعه باش تبقى كل شهر تحط 1000 درهم 1000 درهم 1000 درهم و 1000 درهم وحده انا خويا وشدها وحط. نقدر نقول لك انا غتاخذ الفلوس القرعه قبل ما تكمل 10 شهور، هذوك الفلوس تقدر تاخذهم في شهر، تقدر تاخذهم في شهرين، تقدر تاخذهم في 3 شهور، تقدر تاخذهم في سيمانه، تقدر ما تحطهم غدا تاخذهم هذوك الفلوس ديال القرعه غتربح بهذيك 1000 درهم. دونك هذا هو لافونتاج. وباش تقول لا الا خسرتي؟ لا سيدي ما غاديش تخسر، ما كاينش الخسران، حقاش انا كاع ما انا ما غاديش نحط انا ما راح نحط العائله ديالي ناس فهمتي متبعيني، ناس انا عارفكم كتبغوني بزاف، عارف الناس كي فهمتيني كلشي كيدير معايا الحمد لله، كلشي كيبغيني، كلشي عارفني، عارفني ديالي، عارفني كيفاش داير. دونك انا ما يمكنش ليا بالدور ديالي يعني نهرس ديك الثقه ديالكم ونجي نكذب عليك نقول لك لا دير هادي، حقاش انا عارف باللي كيوصلوني بزاف ديال لي سكرين، بزاف ديال الدراري، بزاف ديال الشباب كيمشي كيحفر كيبني كل واحد شنو كيدير. انا وصلوني شي
فريمون وصلوني شي تصاور مع هاد شي دراري يعني كيبقاو فيا. دونك انا علاش انا غنجي واحد مسكين كضرب تمر على 500 درهم ونجي نكذب عليه نقول ليه هاد 500 درهم انت ضرب عليها تمر سير حطها في شي حاجه اللي غيديوها لك؟ لا هادشي انا ما كنديروش. انا كونطرا هادشي. وحاجه اخرى الدراري اللي مهمه بزاف الاشهار لا بروموسيون ديال العملات. هذه بغيت ندوي عليها حقاش كيوصلوني دي ميساج. انا غادي نقولها لكم ما عنديش مشكل. تعرضاش عليا فواحد العمله ياك تعرضاش عليا فواحد العمله 100 مليون 100000 دولار باش ندير لها لا بروموسيون. انا ما بغيتش. واحد قالها واحد جا دار الاشهار ديالها وقال لك فوالا علاش ما درتيش علاش ما درتيش. قلت له حقاش انا عندي عائله انا ما بغيتش نكذب عليهم وانا خرجت عطاكيش هذيك العمله اللي هي اكسترا. تعرضاش عليا باش انني ندير بروموسيون ديال 100000 دولار. يعني قالوا كتاخذ 100 مليون غدير بروموسيون الناس اللي عندك حقاش كيتيقوا فيك غيدخلوا غادي يشريوها وغتاخذ 100 مليون. ما بغيتش هذا الشيء وبالعكس منين تعرض عليا هذا الشيء خرجت عطاكيش. وداك الشيء اللي طرا داك الشيء اللي خرجت عطاكيش تاكدتوا منه. اي واحد الناس تقلبوا وشراو داك الشيء كامل لو كنت حتى شي واحد ما حتى واحد ما ربح حتى واحد ما ربح حتى شي حاجه. دونك انا بغيت نبارطاجيها حقاش ميمكنش نبارطاجيها مع العائله ديالي. هذه اول حاجه. ما كنتخلص ما كنديرش حتى شي بروموسيون ديال حتى شي عمله وعمري غندير شي بروموسيون ديال حتى شي عمله. كونوا متاكدين من هذا الاخوان عمري غندير شي بروموسيون ديال حتى شي عمله واخا ما عرفتش كيفاش تكون عمري غندير بروموسيون. حيت انا ماشي الحمد لله انا ما مربيش على هذا الشيء. كيديو معايا امهات كيديو معايا اباء ناس كبار كيديو معايا بزاف الانواع. دونك ما يمكنش لي ندير هذا الشيء. دونك الله يرضي عليكم غير نعسوا نجي بالراحه من هذه القضيه. انا ما كنديرش داك الشيء وعمري غادي ندير داك الشيء بتاتا. الا كنت غنعطيك شي حاجه وغتربح فيها تبارك الله. ما كنتيش الا كان شي حاجه انا عندي فيها الشك يعني كاين فيها شويه الشك ولكن فيها كنقول تقدر تطلع تقدر تهبط يعني كاين واحد لو ريسك. نقول لك هذه مزيانه ولكن ما تفوتش فيها 100 دولار فهمتي. ما تفوتش فيها 100 دولار راه تقدر تهبط فهمتي. ولكن حتى لا ربحت شي ما تربحش بزاف غتربح واحد 100 200 دولار دونك مزيانه. نقول لك بحال ما كذا الا كان شي حاجه عندي فيها الشك راه غادي نقول انا ما غاديش نحطك فيها حيت ما قادرش على داك الشيء فهمتي. انا ما قادرش على داك الشيء ما قادرش على الدموع ديال الناس. دي اول حاجه ما قادرش انني واحد قال راجل كبير مرا كبيره ولد بنت فهمتي على الله ملي مدبر داك الفلوس يجي بقى يدعي ليا يقول لي انت هادي وبدا عاير فيا. انا ما نتقبل داك الشيء ما كنبغيش حتى واحد يعيرني. ما دونك هذا الشيء انا ما كنديروش عمري غادي نديرو ونسدو هاد النقطه هنا. انت عمرك واحد يجي عندي يقول لي لا حكا درت شي ولا درت شي داك الشيء ما كاينش. انا كنبارطاجي داك الوالد اللي عندهم بروجي اللي عندهم شي حاجه اللي انا كتبان ليا غتمشي مزيانه فيها الفلوس. كتبغي غير شويه الوقت شويه لاباس عليك. المهم الخلاصه اللي بغيت نقول لكم الخوش هو 2022 هو العام ديالنا ان شاء الله. انا كنوعدكم 2022 هو العام ديالنا كاملين 2022 غادي نديروا العاقه كاملين غادي نكونوا بخير في حياتنا ان شاء الله. المهم هذا وعد من عند خوكم يوسف وانا ديما معكم غنبقى ديما معكم ديما الجديد اي حاجه كاينه غادي ننصحكم بها. وتهلاو ليا براسكم بزاف ورانا فريمون كنبغيكم بزاف. كلشي فابور حتى شي حاجه ما تخلص.